وعلاش جرب الثاني هنا كاين جوج ديال القوقع اش من وقت غادي ندير سحب الايدي واش من وقت غادي ندير سحب الايدي بسم الله الرحمن الرحيم انا سيكو تيغريس كنشكر الناس ديال الهلال الاحمر جاو عطاونا كنشكرهم بزاف على التقدير ديالهم وانهم في المستوى وكنتمنى يرجعوا عندنا مره ثانيه لان علاش لان يعني التقدير ديالهم استفدنا منه بزاف وحضروا شي شباب وشي شابات حتى هما استفدوا وكنشكرهم جزيل الشكر. السلام عليكم مرحبا بكم معكم سلال محمد النائب الثاني لجامعة عين تفادي. احنا بهذه المناسبة ديال هذه الدورة التكوينية اللي دار المكتب الإقليمي للهلال الأحمر كنرحبوا به وكنرحبوا بهذه المبادرة اللي دار ديال التكوين ديال الشباب ديال المنطقة وهذه بادرة طيبة وكنتمنوا من الله أنها تتكرر لأنها كتعطي واحد النتيجة مزيانة بالنسبة للشباب في الطريقة ديال تدخل قدر الله في الحالة ديال الكوارث أو الحادثات الطارئة. وحنا كمجلس رحنا كنشجعوا هذه المبادرة القيمة اللي دار المكتب الإقليمي للهلال الأحمر الوطني وكنرحبوا بالجميع وكنشجعوا هذه المبادرة ونتمنى أنها تكرر عدة مرات لحجم الفائدة ديالها الكبيرة وكنشكروا الجميع وكنرحبوا بالجميع. عيبو العربي عضو المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بسيدة قاسم. ففي إطار تقوية قدرات المسعفين بالإقليم سيدة قاسم قام المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بسيدة قاسم بشراكة مع جمعية مع حزب التجمع الوطني للأحرار باتفاقية حول قيام دورة تكوينية بالإقليم. وفي هذا الصدد قمنا حنا الان كنتواجدوا بجامعه كنتواجدوا بجامعه عين تفادي في الاطار هذا لتكوين الشباب وكنتمنوا ان شاء الله باش هاد البادره هذه ديال التكوين غتعمم على جميع الجامعات بالاقليم. الحولي هو المكتب الاقليمي ديال الهلال الاحمر المغربي بالساق مع مجلس ديال جامعة عين تفالي لقيام دورة تكوينية في مجال الإسعافات الأولية. وكما هو معروف يعني هذه الدورة هذه كتقيس مجموعة من يعني الشباب وشابات ديال المنطقة يعني من أجل الاستفادة من هذه الدورة ويعني يكونوا حتى هما فاعلين في المنطقة ديالهم القيام بإسعافات ربما كيوقع شي يعني هناك طارئ. وهذه الدورة كتجي يعني كما قلنا بالتنسيق مع رئيس الجامعة اللي كنتمي لحزب التجمع الوطني الأحرار. وهذه الدورة كما قلنا دائما كتدوز في واحد الجو من يعني التعبئة ديال الشباب يعني بالقيام يعني بواجبات تجاه الجامعة ديالهم والساكنة. وشكرا. معكم حسنية الفحل مقيمة بعين جامعة عين تفادي. كنشكركم بزاف على هاد الاستفادة اللي استفدنا اليوم بالنسبة للهلال الأحمر. كنشكركم أنكم تعذبتوا وجيتوا من سيدي قاسم حتى لعندنا هنايا. كنشكركم كامل الطاقم كامل. مهمة استفادة مصارحة ما كناش مستافدين من الحمد لله دابا باش كيفاش. شكرا بزاف بزاف وميرسي بوكو.